جدا، بس تصريحك الناس اخدته لكلامك على محمد صلاح، قلت هو مش حريف. لا انا ما قلتش كده. بص يا كابتن، اللي في فرق بين الكلام وبين الكلام. انا قلت محمد صلاح لعيب متواضع، اسطوره، وصل لمكانه ما حدش يوصلها، مجتهد، اتحرك كويس جدا، بيجيب جون كويس جدا، وصل لمكانه مستحيل ان حد من مصر يوصلها تاني، هتبقى الدنيا صعبه جدا. لكن هو مش موهوب موهبه ميسي، مش موهوب موهبه اسكو ولا توني كروس. سبحان الله، بعد ما انت قلت كده كل اهدافه شبيهه لاهداف ميسي. يا كابتن، هي النقطة مش في الأهداف، أصل أنا مش أنا اللي هقول على محمد صلاح إنه محمد صلاح وصل لمكانة صعبة جدا حد يوصل لها، ما شاء الله دلوقتي في الوقت الحالي محمد صلاح أفضل لعيب في العالم. لكن أنا بتكلم في موهبة، محمد صلاح موهبته إيه؟ إن ربنا إداها له في سرعته. لكن ميسي ربنا إداله موهبته في رجله، في كورته، وهي في رجله، مفيش حد هيعرف يمسك الكورة زي ما ميسي. لكن أنا مستحيل، ولا من طبيعتي ولا تربيتي ولا شخصيتي، ان انا اتكلم على زميل ليا او واحد انا اعرفه بطريقه مش كويسه. محمد صلاح زعل منك؟ لا طبعا، محمد صلاح اخويا، انا بقعد معاه في المنتخب وكام جدا، بس انا زعلان. انا زي ما قلت لحضرتك، انا بحبش القح بالكلام، بحب لما بقول حاجه اقولها او اقول الاسم. كابتن خالد الغندور، اول ما انا استبعدته من المنتخب كتب الحته دي. ليه الحته دي؟ من سنه. حتى لو مفيش حاجه ممكن الناس تفكر اللي في حاجه بين قفشه ومين. محمد صلاح، لكن انا مش ده. محمد صلاح اخويا الكبير، وفخر لمصر، وفخر للناس كلها، ودلوقتي في الوقت الحالي افضل لعيب في العالم. لكن انا لما اتكلمت على حاجات معينه يا كابتن شادي. في فرق بين امكانيات، وفي فرق بين موهبه، وفي فرق بين واحد شغال على نفسه، في فرق، في واحد فاهم وفي واحد مش فاهم. انا مش ذنبي، انا بقول وجهه نظري، لكن في فرق بين اللي انا اغلط وفرق اللي انا بتكلم باحترام، لان انا عمري ما اغلط في حد.